بعد سنوات من المعاناة جراء السفر سواء كان داخل البلاد أو خارجها من أجل العلاج، وجد المواطن أثير ضالته في قسم غسل الكلى في مستشفى الفلوجة التعليمي بعد إعادة إعماره من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عام 2017، الأمر الذي أسهم في تخفيف الأعباء المالية عليه وعلى الكثير من المرضى. أول شيء ذكرني أبربي فبربيري يكلف، يعني كل قسط يمكن مليون ونص مليونين. فهنا بالمستشفى يعني القسط مجان، يعني ما عدا الأوبر لا على حساب نحن نجيبهم. إدارة مستشفى الفلوجة التعليمي أكدت ارتفاع عدد مراجعيها ليصل إلى أكثر من 1000 مراجع يوميا، مشيرة إلى إجراء أكثر من 100 عملية جراحية متنوعة منها عمليات فوق الكبرى. يوجد زخم كبير من المراجعين ومستشفى الفلوجة التعليمي، وذلك بسبب توفر الأجهزة والأقسام المختلفة في المستشفى. نلاحظ في الفترة الأخيرة زيادة عدد المراجعين خصوصا من داخل المدينة ومن أطراف بغداد ومن المناطق المجاورة، حيث يصل عدد المراجعين إلى الاستشاريات مقرابة 1000 مراجع يوميا، إضافة إلى صالات العمليات والردهات والأقسام الأخرى. خطوات جادة اتخذتها دائرة صحة الأنبار عبر توسيعة أقسام المستشفى وإضافة أقسام أخرى كقسم جراحة القلب المفتوح والتداخل القسطري. فضلاً عن مركز غسل الكلى، الأقسام الطبية الجديدة تم تجهيزها من قبل البرنامج الإنمائي بأحدث الأجهزة الطبية ومن مناشئ عالمية، منها شركة جي إي الأمريكية وشركة فيليبس الهولندية. زودت صالتي القسطرة بأحدث الأجهزة القسطرية، الأول من جهاز فيليبس واللي هو من مصدر الهولندي وشركة جي إي الأمريكية، وزود أيضا بصالة عمليات قلب محدوث من أحدث الأجهزة الموجودة على مستوى المنطقة، الذي سوفر خدمة ليس فقط لهذه محافظة أنبار وإنما المحافظات المجاورة. وكانت المؤسسات الصحية في الأنبار قد خرجت عن الخدمة جراء الحرب ضد تنظيم داعش، حتى بلغت نسبة الدمار فيها إلى 80% بحسب وزارة الصحة. ويمثل افتتاح مركز القلب المفتوح خطوة هامة في السعي إلى إنجاز مشاريع صحية جديدة، حيث تعمل دائرة صحة الأنبار على إكمال أكثر من 15 مشروعا صحيا داخل المحافظة خلال العامين المقبلين. محمد الجميلي، الحرة، محافظة الأنبار.